السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده فيديو جديد مع بعض، هنعمل السمك المشوي طريقه سهله وبسيطه وفي البيت، ومش هنشويه في الفرن ولا حاجه، هنشويه على البوتاجاز وهيطلع معاكي تحفه جدا زي اللي انتي بتشتريه من بره واحسن كمان. ندخل بقى كده في الفيديو بتاعنا على طول. معانا هنا شويه من الملح، وكمان حط عليهم شويه من الكزبره، وكمان احط عليهم كده 3 4 معالق من عصير الليمون، وفصين كده او 3 فصوص ثوم مهروسين، تمام كده. واقلبهم كلهم مع بعض كويس جدا، وبعد كده هبتدي ان انا اتبل بيهم السمك زي ما انتم شايفين كده. طبعا السمك انا غسلاه كويس جدا جدا ومنضفاه، هتبله بس كده بالتتبيلة اللي معانا دي، وبعدين هسيبه في التتبيلة شوية حلوين علشان يشرب من التتبيلة ويبقى طعمه حلو، تمام. يعني عايزين كده نتعود ان احنا اي حاجة بنعملها سواء فراخ لحمة سمك، الحاجات دي لما بنعملها بتتبيلة وبنسيبها فيها وقت كويس بتدينا نتيجة يعني تحفة جدا، لكن لو استعجلنا بتدينا نتيجة حلوة، بس طبعا مش زي ما احنا منسيبها يوم كامل مثلا في التتبيلة، يومين مثلا. فكل حاجة بتديك على قد ايه، يعني على قد مجهودها. اهو هبتدي بقى كده بعد ما تبلته خلاص، اقوم حاطه فيه الليمون بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهسيبه زي ما قلت لكم في التتبيله دي حوالي 3 4 ساعات كده. لو قعدنا وقت اطول من كده طبعا هيبقى احلى واطعم. هنبتدي بقى نعمل الحشوة اللي احنا نحشي بيها السمك. هي عبارة عن فلفل اخضر وكمان بصل وكمان طماطم، بس كده فلفل وبصل وطماطم، ونقلب بقى كل الكلام الحلو ده كده مع بعضه زي ما انتوا كده شايفين معايا. هما مش كتير ولا حاجة، هما ان شاء الله هيطلعوا على يعني قد السمك اللي معانا، هيفيد مثلا منهم حاجات بسيطة جدا. دلوقتي خلاص السمك بتاعنا اتبل وسبته في التتبيلة شوية حلوين زي ما قلتلكوا، هبتدي بقى ان انا احشيه بالحشوة اللي احنا عملناها مع بعض دي. وانا خدت من التتبيلة خدت كده شوية من الليمون وعليهم شوية من الكزبرة وشوية من الملح، وقلبتهم كده في طبق عندي، وبعد كده حطيتهم على الحشوة ديت علشان كمان الحشوة يبقى ليها طعم ومتبلة. وهنا كده انا عملته بخلة بحيث ان انا الحشوة دي ما تقعش منه، بس ما نجحتش معايا، يعني في نجح وفي لأ. جيت بحطها لقيتها بتتكسر، وفي سمك يعني تاني الخلة دخلت فيه يعني بكل سهولة. فلو انتوا حابين عايزين تعملوها بالطريقة دي بالخلة ماشي، مش عايزين ما فيش مشكلة، هي مش هتقع ولا يحصل لها اي حاجة ان شاء الله. هتبل بقى كل هحشي قصدي كل السمك بالحشوة اللي انا عملتها معاكو دي، لحد طبعا لما اخلص كل الكمية اللي معايا. وبعد ما اخلص الكمية اللي معانا ديت هنروح طبعا على البوتاجاز علشان نبتدي ان احنا نشوي السمك بتاعنا. وطبعا اهم حاجة في الشوي ديت الردة بتاعتنا اللي احنا نشوي بيها السمك، يعني لازم أن تكون ردة مخصصة للسمك، علشان فيه بتبقى ردة ناعمة وردة يعني المكان اللي هتجيبي منه الردة هتعرفيه ان انتي جايبة الردة دي علشان هتشوي بيها سمك، هو عارف وهيديكي الردة المخصوصة ليه. اهو معايا بقى كده الردة زي ما انتم شايفين، بغلف طبعا كل السمكاية بالردة علشان ما تتحرقش او السمكة تلزق معايا. وهنا معايا صاجة كده، الصاجة دي بتاعت فرن صغير، اي صاجة بقى عندكو او اي مثلا صينية انتو مش عايزينها او كده، حطيت فيها شوية من الزيت شوية صغيرين، ولازما الزيت دوت يا جماعة يعني يتبخر علشان لما نحط السمك ما يبقاش فيه زيت خالص، وكمان الزيت دوت بيخلي ان السمك ما يلزقش في الصاجه اللي احنا مستخدمينها. بس انا بقى استعجلت وحطيت كده على الزيت ما لحقش يتبخر. دلوقتي بقى السمك زي ما انتم شايفين كده خد صدمه من تحت كده، هبتدي ان انا اقلبه على الناحيه التانيه بالشكل ده، والنار بتاعتنا ما تكونش عالية قوي، علشان النار لو عالية قوي هتديكي يعني هتخلي السمك لونه يبقى يغمق كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، ومش هيبقى مستوي من جوه. فلازم النار بتاعتنا تكون وسط علشان
السمكة هتبقى مستوية تماما، ما تبقاش نية، وكل اللي احنا عملناه ده طبعا يروح كده على الفاضي. يا ريت بقى تحطوا لايك، اهم حاجة اللايك يا جماعة، يعني اللي بيتفرج وبيشوف الفيديو ما ينساش يحط لايك. اهو انا قلبته كده على الناحية التانية بالشكل ده، وبعد كده هياخد حوالي 10 دقايق كده ولا حاجة، وهبتدي ان انا اقلبه برضو على الناحية التانية. ما تستعجلوش عليه علشان يبقى مستوي تماما زي ما قلتلكم من جوه، فهو مش عايز استعجال زي ما بقولكم. خلاص كده انا هطلعه وهتشوفوا شكله، وكمان هتشوفوه مستوي من جوه وحلو جدا جدا، وكان طعمه يعني فوق الخيال بجد. اهو انا عملت بس 3 على يعني ايه، على حسب اللي هياكله. فانتي لو العدد كبير هتعملي طبعا الكميه كلها اللي معاكي، لكن ما تعمليهوش ويبرد ويبقى مش حلو، لان هو حلاوته وهو بيتاكل وهو سخن، فلو برد مش هيبقى زي طبعا طعمه وهو سخن. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو علشان بجد الفيديو يستاهل، وتشتركوا في قناتي لو انتوا اول مره بتشوفوني، وان شاء الله نتقابل فيديو جديد على خير. سلام عليكم.